علامات إن رأيتها على الشخص فاعلم أنه لا يحبه. قبل أن أقول لك ما هي الثلاث علامات، اعلم أنك في هذه الحياة سوف تجد أناس يكرهونك وإن لم تعمل لهم شيء. ربما يكرهونك لشكلك، ربما يكرهونك لنجاحك، ربما يكرهونك لتفوقك كثير، ربما قريب وربما بعيد. لكن الإنسان يميز ويعرف، يعرف الذي يحبونه والذي يكرهونه ويتجنبهم. يتجنبهم نعم لكي يستأنس في حياته ويعيش يومه مثل ما يقولون، مودة يكون ممتاز. ما هي الثلاث علامات؟ رقم واحد، تجد عينه لا تحدق في عينك أبد. إن كنت عنده تجده يلتفت يمين يلتفت يسار، يطالع فوق يطالع تحت، يطالع ناس حواليك لكن أنت ما يطالع فيك أبدا، لكن عينه بعينك لا. الشيء الثاني، إن دخل وأنت موجود في مكان تجده يعمل المستحيل بحيث لا يكون بجانبك، وإن جلس قريبا منك تجده وكأنه منتفخ. ما هي الثالثة؟ إن وجد عليك كلاما في المجلس وتكلمت والكل يسمع لك فتجده يريد أن يحدث الذي بجانبه، لا يريد أن يسمع كلامك، يتجاهلك بحيث أنه يشعرك أنه ما يسمعك أساسا. أنا قاعد أتكلم مع اللي جنبي. صلى على النبي.